السلام عليكم حليلوتي، لاباس عليكم؟ اقترح اليوم ان شاء الله يكون صفه الكسكسو رائع جدا بالحليب المركز. تجي غزاله غزاله وسريعه، يعني اكسبريس، حتى لاخر دقيقه يمكن لك تحضريها. مكونات بسيطه، نحتاج الزبيب. بالنسبه لعمله الاسود يمكن لكم تعملوا الاصفر او تعملوهم بزوج. عملت شويه الماء الزهر، ودابا كنضيف له الماء غليان ونخليه يرطب. غادي نحتاج كسكسو، يعني المقادير بيف، يعني كل سيده وتعمل الكونتيتي اللي حبات، يعني مكاينش شي مقادير مضبوطه. سيده عينها ميزانها، قبطو صلاديين وضعوا فيها الكميه ديال الكسكسو اللي حبينا. ودائما الكسكسو في لي ديسير كنستعملوا الكسكسو الرقيق. كنضيفوا معلقه ديال زيت المائده، من الاحسن يكون زيت المائده لانه كيكون ناتور. عملنا زيت البلديه شويه كيعطي المذاق ديالو. كنحاول نبسبس هذيك الكسكسو الرقيق بالزيت حتى كل حبة تلبس تشرب المادة الدهنية. ثم كنضيف لها الماء غليان، يعني القياس اللي غادي يغطي ليا الكمية ديال الكسكسو فقط، وكنخليها 5 دقائق حتى كتشرب. كنغطي عليها بطبيعة الحال حتى كتشرب. ثم من بعد ذلك كندخلها للميكرو اوند، وهانتوما شفتوا في دقائق معدودة كيجي الكسكسو غزال وكل حبة مفروقة على الاخرى. كنضيف له الزبيب اللي سبق ورقدت في الماء الزهر والماء غليان، كنخلطو بشكل جيد. ثم كنضيف له الحليب المركز. تكون عندنا سواء في السفه ديال الشعريه او سفه الكسكسو، هذا الحليب المركز كيعطيها مذاق رائع جدا، احسن من نعملو غير سكر غلاس هكذا. انا السكر غلاس ديما كنخليه غير للتزيين. جربوها، راها كتجي غزاله بزاف. ثم من بعد ذلك، ومن بعد هذا، كنضيفو قطعه ديال الزبده، وهي الكسكسو عندنا مازال سخون، تنحاولوا ندخلوها الوسط باش تذوب بسرعه. ونسيت ما ذكرت لكمش ان الماء اللي كنت عامله كيغلي عملت فيه طريقه الملحه. دائما الملحه كنعملها مع الحوايج المسكرين، كتعطي واحد التوازن ذوقي غزال. بالنسبه لكم اي مول متوفر لكم كدهنوه وكتشكلوا به السفه ديالكم. بالنسبه لي عملت هذا ديال شكل ورده، مول سيليكون، ورشيته بالبخاخ ديال الزبده. يمكن لكم تعملوا اي شكل كيف ما يمكن لكم تعملوا اي شكل، يعني شكل معتدل ديال الصفه. ثم كنقلبوا المكونات كامله بها في المول، وكنحاول نضغط عليه باش هذاك الحرف ديال المول يخرجوا في الصفه ديالنا. يمكن لكم تعملوا كيما قلت لكم، يعني مقبعه عاديه تقليديه هي كتقدم دائما احسن حاجه، هي على الطريقه البديه. تنحتاجوا تفصيل ديال التقديم، غادي نحاول نقلبوا فيه المول ديالنا، وكنحاولوا نقادوا لها الوجه ديالها. صدقوني البنات طريقه بسيطه واكسبريس، لكن كتعطي مذاق غزال وتحليه غزاله. كنحاول نقاد ليها الحواف ديالها باش تعطي شكل مسمى، والتزيين كيبقى على حسب الدور. ممكن تزينوها باش ما حبيتو، ممكن بالمشماش المعسل ومعمر بالقرقاع، او التمر معمر بالقرقاع، ولا بعقده اللوز. بالنسبه لي اكتفيت اني زينه بالقرفه والسكر غلاسي وخبيطاتي ديال الحليب المركز المحلى والقريفه. كنشكركم للمتابعه.